موضوع تطبيع العلاقات بين أي دولة عربية أو إسلامية وبين أي هيئة ومنظمة عربية أو إسلامية مع الكيان الصهيوني المحتل القدس المغتصب لفلسطين هو إضعاف للقضية الفلسطينية بل طعنة في ظهر القضية الفلسطينية لا شك ليس فقط السعودية كل التطبيع لأن هذا الاحتلال يعني يحتل القدس ويرفض أن يعترف بحقوق الفلسطينيين والعرب والمسلمين في فلسطين وفي القدس ويخطط لتهويدها والعدوان عليها وطرد شعبها، ثم ينفتح عليه العرب والمسلمون في هذا الوقت هذا كأنه إقرار له بشرعية ما يفعل ولذلك لا يمكن أن يكون التطبيع خدمة القضية الفلسطينية ولا أن تجني منه فوائد. لا يمكن ولو قدمت بعض الفتات على مذبح التطبيع فسيكون جريمه. يعني ان نقبل بتطبيع الامه مع هذا الاحتلال وناخذ بعض المكاسب هذا تفريط بالقضيه ولذلك التطبيع السعودي الاماراتي العربي التركي المغربي الـ الـ كل التطبيع مع هذا الكيان اي خطوه في اتجاه التطبيع مع هذا الكيان هو تضييع لهذه القضيه تضييع لهذه القضيه الوضع الطبيعي يعني انظر مثال يعني اوكرانيا حصلت بينها وبين روسيا مشكله وهم اصلا شعب قريب من بعضه يعني سلاف يعني أرثوذكس تقريبا شعب واحد لكن الغرب يعتبر أن القضيه تهمه الغرب يلقي بكل ثقله يعني حتى قبل أسبوع كانوا قد دفعوا أكثر من 160 مليار دولار ثمن أسلحة وجهد حربي قتالي في أوكرانيا ضد روسيا المفترض أن الدول العربية والإسلامية أن يكون موقفها تجاه القدس أكثر التزاما من هذا الموقف لأن انتماء القدس وفلسطين لهذه الأمة أكبر من التزام انتماء أوكرانيا للعالم الغربي الذي يحصل مع الأسف أن الأمور تسير باتجاه عكسي يعني تتطور العلاقة مع الكيان المحتل على حساب الحق هذا العربي والإسلامي والفلسطيني